الباب تبعد، اجلب تقتل بصمت دولي والكل متآمر على أدبه. هذا الحصن الحصين، هذا الخط الدفاعي المتبقي لنا لثورتنا المباركة. نقول للعالم أجمع، نقول لتركيا إذا بقي الحال على هذا الحال من دمار وتحجير لأهلنا في إدلب، سوف نعبر إلى الداخل التركي ومن ثم إلى أوروبا. تكبير! كأنها لأول مرة. إن إدلب لها خصوصية هي والريف الشمالي بأنها آخر حصن للثورة السورية المباركة. هذا الانتظار الذي قطعنا به جميعا ننتظر الحل من الخارج لأننا غير مؤثرين ولا نقدر أن نقلب الطاولة، وأن القرار خارجي، وأن 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 هذا هو الانهيار في الثورة وليس كسب المناطق للنظام. الثورة بسوريا يغلي ثورة بقدم الثورة بسوريا. المظاهرة اليوم معبر باب السلامة هي لأهالي المناطق المحتلة من قسد، قد رفعت وما حولها، وللمهجرين من كل بقاع سوريا في الريف الشمالي، لمطالبة المجتمع الدولي بأن يقف على مسؤولياته ويعيد المهجرين ويتخلى عن هذا النظام المجرم القاتل الذي هجر من الأهالي ودمر من البلد أكثر مما فعله أي حزب إرهابي أو جماعة إرهابية يدعي العالم زورا أنه يقاتلها. سوار 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 سوار